السلام عليكم إخواني المغاربة، نتمنى من الله كل شيء يكون بخير وعلى خير، وكيف العادة وكيف ما ديما مرحبا بكم في فيديو جديد وحلقة جديدة من برنامج صحافة الشارع. في هذه الحلقة بلا مقدمات غادي نحاول ندخل في الموضوع مباشرة، غادي ندوي على الأمن المائي ديال المغرب. نتوما كتعرفوا البلاد دابا حاليا كتعيش جفاف وقلة تساقط الأمطار. اليوم غنبدا لكم من الاستقلال. من بعد الاستقلال المغرب وضع راسه على سكة فلاحية عكس الجارة الجزائر اللي وضعت راسها على سكة صناعية، يعني هما الجزائر اعتمدوا على الصناعة وحنا اعتمدنا على الفلاحة. والفلاحة شنو خصها معلم؟ خصها الماء. يعني المغرب فكر باش يكون عنده فلاحة ناجحة خصو يبني السدود، وبدينا كنبنيو السدود من بعد الاستقلال. واخا كاين شي ناس وحدين اخرين كيقولوا باللي فكرة بناء السدود جات من عند المعمرين، ايه من عند المعمرين بقايا الاستعمار اللي كان عندهم الضيعات ديالهم، كيتضروا ملي كتجي الشتا بزاف كيفيض عليهم الماء، كيفيض الماء على الضيعات ديالهم وكيخسر لهم المحصول ديالهم. هما اللي طلبوا واقترحوا باش يكونوا سدود في المغرب. مهم كل واحد وشنو كيقول، وحنا خلينا في المعقول. كيف ما كان الحال هاد فكره بناء السدود في المغرب فكره واعره، فكره زوينه بزاف، تكون جات من عند من ما جات كتبقى فكره زوينه بزاف ونفعت المغرب بالخصوص في هاد الاعوام الاخيره. دابا غادي نطرح عليكم واحد السؤال، علاش المغرب اختار الطريق ديال الفلاحه وما اختارش الصناعه بحال الجزائر من الاول؟ حيت الجزائر صنفت راسها في الاول بانها بلاد ثوريه. المغرب كان كيخاف بزاف من الثورة، وباش يحمي راسو من الثورة خاصو يكون عنده العكس، يعني خاصو يبعد من الصناعة ويشد في الفلاحة، حيت عقلية الفلاح ماشي هي عقلية الصانع. الوقت اللي كان المغرب وضع راسو على سكة فلاحية كانت عنده واحد النخبة، وخا هي غير نخبة قليلة كانت آنذاك كتزعج النظام، أمثال المهدي بن بركة، كنا كنعرفوا القصة ديال المهدي بن بركة. دابا غادي تكون بدات كتتضح ليك الصورة، علاش المغرب اختار الفلاحة وما اختارش الصناعة؟ حيت الفلاح مسكين، غادي نبقى نقولها ونعاودها لك في هذه الحلقة بزاف ديال المرات حتى تدخل لك في راسك. الفلاح مسكين في المغرب مغلوب على أمره، من هذه شحال كيغلب عليه القايد، كيغلب عليه المخزن، كتلقاه بكثرة التعلق ديالو بالأرض كيبغي البلاد واللي حاكمها. حيت الفلاح هذه شحال كيقول لك المسؤول خليه يقصى عليا كيف ما بغى، أنا من حدي كنفلح أرضي، هذيك هي الدنيا وما فيها، خلي المخزن يحقرني وما يخليش اللي يحقرني. وهذا الشيء كامل منين جاي؟ حيت الفلاح متعلق بالأرض ديالو، عنده واحد الحب كبير للارض ديالو. ما علينا، دابا غادي نطرح عليكم واحد السؤال واحد اخر، واش المغرب ملي مشى على سكه الفلاحه واش مشى في السكه الصحيحه ولا لا؟ هذا الشيء اللي غادي نعرفوا بالضبط في هذه الحلقه. دابا غادي نرجع بكم للوراء مباشره من بعد ما سال المغرب بناء السدود. في التسعينات خرجوا مراقبين وقالوا على المغرب باللي كيبيع الامن المائي ديالو. كيفاش عاوتاني المغرب كيبيع الامن المائي ديالو؟ واش الماء اللي كيتجمع في السدود كنبيعوه لشي دول واحدة اخرى ولا شنو؟ لا، المغرب ملي اعتمد على الفلاحة كان حاط قدام عينيه السوق الاوروبية، كان باغي يصدر ليها الانتاج الفلاحي ديالو، وكنا معروفين في التسعينات كنصدروا مطيشة بزاف للخارج. تما خرجوا المراقبين العارفين بالمجال كيغوتوا بالعادة وكيقولوا باللي المغرب كيبيع الامن المائي ديالو. ملي كيصدر مطيشة المغرب كيبيع المستقبل ديالو المائي. وتخيلوا معايا في التسعينات اللي كان الخير موجود والشتا موجودة تقالت هاد الهضرة، هذه غير مطيشه اللي ما كتطلبش بزاف ديال الماء، شوف شنو قالوا عليها المراقبين. دابا على هذا الحساب الا جينا قارنا مطيشه مع لافوكا اللي كتحتاج بزاف ديال الماء، خاصني دابا انا في هذه الحلقه نشد راسي ونبدا نغوت ونقول المغرب حاليا ماشي كيبيع غير امنه المائي ومستقبله المائي، المغرب باغي يعطش شعبه بهذه السياسه اللي غادي بها حاليا. غادي نبقاو ديما في التسعينات اللي من تما هو المغرب غادي في الخسران، اللي كانت كتقال عليه هذه المقوله الشهيره، المغرب كبلاد كيصدر معطيش الاتحاد الاوروبي وكيخسر مستقبله المائي وامنه المائي. الفلاحه المغربيه في التسعينات وقعت ليها عده مؤامرات، من بينها ظهور فجاه واحد الدبابه بيضاء، ايه الدبانه البيضاء لا باقين عاقلين عليها، اللي هلكت الفلاحه في التسعينات، اللي قالوا والله اعلم باللي ديك الدبانه البيضاء صنع اسرائيلي. ثم الفلاح المغربي اضطر وبقى ليه حل واحد، هي ينفتح على سوق المبيدات الغربيه وبالخصوص المبيدات ديال اسرائيل، يعني الا بغى فلاحته تصدق خصو يتهنى من الدبانه البيضاء اللي هي صنع اسرائيلي، خصو يشري المبيدات من عند اسرائيل. تما بدينا كنخرجوا على الفلاحه ديالنا بيدينا، وبدا التطبيع الفلاحي مع اسرائيل. ملي بدا التطبيع الفلاحي والمبيدات تما الفلاحه تاثرات في المغرب. واش كاع هادشي زعما كاين صدفه ولا مؤامره؟ الله اعلم. هادشي اللي كنقول لكم دابا ما غيكون فكركم في والو، ضروري غيكون فكركم في شي حاجه. ايه الحشره القرموزيه اللي وصلت للصبار المغربي، ضلف
الزعبول، شفتوا كيفاش ضرف المغرب وانتشرت ديك الحشره القرموزيه بواحد السرعه ما يمكنش. غير البارح كنا كناخذوا 5 ديال الزعبولات بدرهم، دابا درهم ما تشري لك حتى زعبوله وحده. شنو هو السبب ديال هذا الشيء؟ هذا الشيء شنو غنسميوه؟ ماشي مؤامره على الزراعه الاصيله ديالنا. الزعبول اللي البارح كان داير بينا وشكون بغاه، ولينا كنشوفوه كيتباع قدام عينينا في مرجان وفي سوبر مارشيات الكبار وما نقدروش نوصلوا ليه. هذا الشيء ما نسميوهش حنا زعما كاين مؤامره. شنو غنسميوه ولا ما سميناش مؤامره؟ كاع الناس متفقين وكيقولوا باللي المخطط الاخضر كاع ما كيركز على الامن المائي ديال المغرب، ما مسوقش الفرشه المائيه. المخطط الاخضر ما مسوقش الفرشه المائيه بتاتا، ما مسوقش الامن الغذائي ديال المغربي. المخطط الاخضر ما سوقوش في حمايه المستهلك المغربي. المخطط الاخضر فقط دار باش يوفر الفواكه للسوق الاوروبيه ويضمن استقرارها. وكاع الفواكه اللي كيتصدروا من المغرب اغلبها كلها ممنوعه تزرع في اوروبا. عرفتي علاش؟ حيت كتهلك الماء. ومن بين هذه الفواكه اللي ممنوعه لافوكا، ولكن حشومه المغربي يتبع لافوكا ويتخلى على زراعه القمح، الزراعه اللي خلوها لنا جدودنا. المغربي حاليا دابا الى سولتيه كتقول له فين غادي، كيقول لك انا غادي نجيب طرف ديال الخبز للوليدات. يعني احنا شعب خبزي، اش بيننا وبين شي لافوكا؟ احنا اش فهمنا في شي لافوكا؟ سيروا دابا الاحياء الشعبيه وسولوا المغاربه، قول لهم شحال كتاكلوا ديال لافوكا في السيمانه وشحال كتاكلوا ديال الخبز في السيمانه، وانتم غتعرفوا قيمه هذه الهضره اللي كنقول. في واحد المرحله من المراحل المغرب كان كيصدر الزرع، ودابا ولا المغرب كيتسنى اوكرانيا باش تعطيه الزرع. علاش؟ حيت المسؤولين خلاو الحاجه اللي محتاج ليها الشعب وتبعوا الدوفيز ولافوكا. واش المغربي غادي يعيش بلافوكا؟ مهم في هذه الحلقه خرجت بخلاصه واحده، درنا واحد الخطوه انتحاريه من اللي تخلينا على القمح ديالنا وبعنا الامن المائي ديالنا، بعنا المستقبل المائي ديالنا، بعناه حتى من الزريعه الاولى ديالنا اللي خلاو لنا جدودنا ديال القمح اللي ما كانش كتحتاج بزاف ديال الماء، فرطنا فيها وتبعنا الزريعه ديال الغرب اللي كتحتاج بزاف ديال الاسمده وبزاف ديال الماء. على هذا الحساب ملي كتبقى تسمع فحال هذه المعلومه كتبقى تخيل فحال اللي حنا ماشي بلاد، حنا فحال شي فيرما تابعه للغرب. فرنسا في الاستعمار كانت كتحسب المغرب ضيعه ديالها، وللاسف حتى لدابا من بعد الاستعمار استمر هذا الشيء. وهذا المخطط الاسود اول حاجه كيهدد الامن المائي ديال المغرب، ثاني حاجه كيلبي الحاجيات ديال المستهلك الاوروبي ماشي المغربي، وثالث حاجه المخطط الاسود كيغني الاغنياء فقط وكيغني واحد الطبقه معينه ماشي في صالح الشعب الفقير. والمشكله ديال المغرب ما وضعش راسو في الاول في سكه صحيحه، كان عليه يدير صناعه زراعيه كيف قال واحد الخبير اقتصادي الاسم ديالو نجيب اقصبي. نهار اللي كيكون شي مشكل دبلوماسي مع اوروبا وكيهزوا يديهم الاوروبيين وما كياخذوش المنتوج ديالنا كنبقاو حاصلين فيه. مثلا شي ضيعه ديال الليمون، نهار الفلاح ما كيلقى اللي كيشري من عنده الليمون، صافي كيبقى عنده داك الليمون غير كيخمج. هذاك الفلاح كيبقى يطلب الناس يجيو غير يفكوه من داك الليمون باش ما يخمجلوش تما، كيقول لهم غير زيدوا درهم 10 باش ما عطى الله كيبيع. ولكن كون كانت عندنا صناعه زراعيه داك الليمون اللي عند داك الفلاح غيتعصر ويرجع في قراعي وغادي يتباع بالثمن. والحل في نظري خصوصا في هذه الازمه وفي هذا الجفاف خصو يتوقف هذه الزراعه اللي كتستنزف الماء بزاف، واللي بغى لافوكا يمشي يزرعها في داره ولا في بلاده. الا كان المخطط الاخضر مولاته الدوله مولاته من فلوس المغاربه، راه من حق المغاربه الا تضروا من هذا الشيء يقولوا حبس المرقه. بركه علينا رحنا عيينا، رجعوا سيدي غير ليامات الفلاح كان عنده 4 ديال النعجات وقطار ومفلحوا والوقت هانيه. بركه علينا غير الامن المائي ديالنا يبقى لينا.